الرئيس العليمي يناقش مع الحكومة الأوضاع المحلية والتطورات الإقليمية وتداعياتها على كافة المستويات. اللواء الزبيدي يعين رئيس ونائب للمجلس الانتقالي بمحافظة أرخبيل سقطرى ويشارك في منتدى دافوس العالمي. العميد طارق صالح يبحث مع نائب منسق الشؤون الإنسانية دعم المجتمعات المتضررة من حرب الميليشيا الحوثية. محافظ حضرموت يرأس اجتماعان لتعزيز جهود الأمن بالمحافظة واللجنة العامة للمناقصات. استشهاد وإصابة 4 جنود بهجوم لطيران مسير للميليشيا الحوثية بالضالع.